دكتور حمزة يوم الجمعة على سي بي سي انا واقف مدير دكتور عمرو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عمرو النهارده منور التحفه. ربنا يخليك منور. اهلا وسهلا. ربنا الحمد لله. ايه النهارده شعورك ايه وانت نازل الجمعه النهارده؟ لا احنا نازلين بمطالب محدده اتكررت باكتر من صوره ومن خلال اكتر من وسيله ومحدش استجاب للمطالب. احنا قلنا احنا محتاجين تعديل حقيقي في قانون الانتخابات وطالبنا باعتماد قائمه كامله ما تمتش. فلو من غير قائمه كامله وفي شبهه عدم دستوريه فلا بد من الماده 5 تتغير اللي هي بتمنع الحزب ان هو يترشح على المقاعد الفرديه، ودي معناها برلمان مفتت يتلعب بيه يرجعنا البرلمانات 90 لغايه الثوره. احنا طالبين مرسوم بقانون يقضي بالعزل السياسي لعناصر الحزب الوطني. احنا طالبين اعلان رسمي لانها حال طوارئ هي منتهيه من النهارده دستوريا بس يعلنوا رسميا انها انتهت. والحاجه الرابعه طالبين جدول زمني محدد جدا لنقل السلطه لهيئات مدنيه منتخبه. اخطر حاجه بتواجهها مصر دلوقتي ان احنا نقعد في الفتره الرماديه اللي احنا فيها من غير جدول زمني. احنا بنقول الكلام ده من 12 فبراير محدش عايز يسمع. طب هذه المطالب اظن محدش مختلف عليها، لماذا قوى سياسيه كبرى لم تنزل اليوم؟ شوف مسألة القوى السياسية الكبرى قصدك جماعة الإخوان والحرية والعدالة بالتحديد، هم رفعوا نفس المطالب. البيان كان في الاجتماع أول امبارح وأنا صيغت البيان مع الدكتور البلتاجي وتم التوقيع عليه من جانب الجميع، وبقية البيانات طلعت ملتزمة بنفس الروح. الخلاف على تقييم مدى النزول للشارع كوسيلة للضغط من حق الناس هم يختلفوا عليه. أنا نازل وفي ناس مختلفة معايا اللي أنا قلت هننزل نتظاهر بسلمية بدون اعتصام. في ناس عايزة تتظاهر وتعتصم، أنا لا أقدر أمنعه ولا هو يقدر يمنعني، فخلينا نعمل الموضوع ده بحق التعبير الجماعي عن الرأي والاختلاف في الرأي طالما كل دوت بيستمر في إطار السلمية. فاللي ما نزلش ده حقه، أنا مانيش عايز أعتب عليه ولا عايز أنقل دلوقتي خانة المواجهة الحقيقية لخانة بقى قوى سياسية بتعاند في بعض، مش وقته خالص. شكرا لك. كنت أشكر الدكتور عمرو حمزاوي وشكرا. السلام عليكم. Thank you.